20 من تعاد راح يكون أشبه بخسارة الثلاثين دقيقة القادمة. هنا كريستيانو رونالدو مباشرة إلى جرانيرو إلى كريم بنزيما يسيط. الله كريم بنزيما يسجل الهدف الأول لمصلحة الريال. حلوة اللقطة وصلت إلى كريم بنزيما. أتحول الفرصة مدافعي فريق مايوركا وبالتالي أسكنها الزاوية وهو الآن يسجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة ريال مدريد. إيكر كازياس والجماهير والآلاف والملايين يتنفسون الصعداء. شوف أعطي فرصة كريم بنزيما تقدم ولكن لعبها صح، لعبها بحس المهاجم صح. ليش؟ لأن بالقدم اليسرى لعبها وأسكنها الزاوية اليمنى على يمين حارس المرمى أواته. وريال مدريد إذن يعني واضح أن الريال الرغبة الضرب